اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتل اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت حسين وشايعت وبايعت وتابت على قتل اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابت على قتل اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة أبي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت
بعد على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ذلك أما حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا
اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لنا ولا ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابي له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لأنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت
تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم عن إصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. Let us recite this last one together. One voice, one community, in the loudest of voices. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك.
اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد We'll now recite 100 times Salams, salutation to the martyrs of Karbala. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Wa ala al-arwahi allati halat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-laylu wa al-nahar. Wa la ja'alahu allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-husayn. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله
الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على
عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم للحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله وآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. The last 10 together all as one voice. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين The last one in your loudest voices. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات We have one small la'na in remembering those tyrants that goes back all the way to the time of the Prophet and those who usurp the rights of Imam Ali alayhi salam. So we send the curse on the first tyrant, the second, the fourth, and we tell Allah to curse the fifth one, Yazid, and Ubaydullah ibn Ziyad, ibn Marjan, and Umar ibn Sa'ad and Shimr, and the family of Aba Sufyan, and the family of Ziyad, and the family of Marwan, till the day of Qiyamah. Allahumma khussa anta awwala zalimin bil-la'ni minni, wabda bihi awwala thumma al-ani thani, wal-thalitha wal-rabi'a. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة You're going to Sajdah now. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام You may rise now. We're going to take the steps forward seven times and return back to our point of origin. If you remember the situation in Karbala on the day of Ashura, when Abbas alayhi salam was no longer there and Akbar was no longer there, Imam Hussain alayhi salam walks back to the camp
and he sees his six-month-old son Ali Asgher. And Ali Asgher is in the lap of Zainab salawatullahi wa salamu alayha, dying of thirst and hunger. Imam Hussain picks up Ali Asgher and starts walking out of the tent. Rabab, the mother of Ali Asgher, stops Hussain alayhi salam and says, Hussain, you cannot take Asgher into the fields of Karbala, for whoever has gone out to the field of Karbala hasn't returned. Abbas has gone, has not come back. Akbar has gone, has not come back. Qasim has gone, has not come back. Please do not take my son Asgher. And Imam Hussain turns around and tells Rabab, he says, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ, entrust all my affairs to Allah. And therefore Imam Hussain takes Ali Asgher and goes to the battlefield and arrives in the battlefield and lifts up Ali Asgher. And at that point in time, the arrow pierces the neck of Ali Asgher. Imam Hussain now does not know what to do. He is marching forwards towards the tent. How is he going to return to Rabab and hand over the son? He is marching back to the point of origin, and as he does this, he says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ridhan bi qadaihi wa tasliman li amri. Let's sit down. We will now go into prostration, and we are going to put our right hand side of our face first on the ground. I will recite the dua, then we will turn and put our left side of the face on the ground, and I'll recite the dua. So let's do that. Ya man yahkumu ما يشاء ويفعل ما يريد أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا فعجل يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك ضمنت إعزارهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإظهاركم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي والسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط أملي وتجاوز عني وقبول قليل عملي وكثيره وزيادة في أيامي
وتبليغ ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم ومواليتهم ونصرهم وتريني ذلك قريبا سريعا إنك على كل شيء قدير. Now turn your face the other way. يا من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد أنت حكمت فلك الحمد محمودا مشكورا فعجل يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك ضمنت إعزازهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي والسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط عملي وتجاوز عني وقبول قليل عملي وكثيره وزيادة في أيامي وتبليغ ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم وتريني ذلك قريبا سريعا في آفية إنك على كل شيء قدير ما يرجون أيامك فاعذني يا إلهي برحمتك من ذلك اللهم صل على محمد وآل محمد. We're now going to recite Dua Alqama. This dua is narrated to us according to the hadith and according to what is written in Mafatihul Jinan. Sheikh Abbas al-Kummi tells us that it is Alqama ibn Muhammad Hadhari was recited by Imam Jafar Sadiq. He says that he noticed that Imam Jafar Sadiq salawatullahi wa salamu alayha when he was in Najaf-e Ashraf after performing the Ziyarat of Imam Ali alayhi salam, he then turned towards Qibla and he recited this dua Alqama. Another riwayat in Mafati, Sheikh Abbas al-Kummi says that it was Safwan, who was also the companion of the sixth Imam, who noticed that the Imam reciting this dua, and hence it is known as dua Alqama as well as dua Safwan. اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف كرب المكروبين يا غياث
المستغيثين يا صريخ المستسرقين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبي ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا معطي الصلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك بالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني المهمة من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هم من أخاف هما وعسر من أخاف عسرا وحزونة من أخاف حزونة وشر من أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبغي من أخاف بغيا
وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وكيد من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرة علي وترد عني كيدا الكيدا ومكرا المكرا اللهم من أرادني فارد ومن كادني فكيد واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيا وامنع عني كيف شئت وأني شئت اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تصدها وبسقم لا تعافي وذل لا تعزه وبمسكنة لا تجبرها اللهم اضرب بالذل نصب عيني وادخل علي الفقر في منزل والعلة والسقم في بدني حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيت ذكرك وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جواره وأدخل علي في جميع ذلك السقم ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاءه من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجاي فبك أستفتح وبك أستنجه وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوي فاكشف عني كما كشفت عن وفرج عني كما فرجت عن واكفني كما كفيته
واصرف عني هول ما أحاف هولا ومؤونة ما أخاف مؤونة وهم ما أخاف هما بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضاء حوائجي وكفايتي ما أهمني هما من أمر آخرتي ودنياي يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله عليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكما ولا فرق الله بيني وبينكما اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفع لي فإن لكم عند الله المقام المحمود والجاه الوجيد والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجات وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أجيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جميع حوائجي وتشفع لي إلى الله انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعله الله آخر الأهد مني إليكما إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي
وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي سلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيس ولا قانت آيبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله مما رجوت وما أملت في زيارتكما إنه قريب مجيب صلوات على محمد وآل محمد